الحلقة الخامسة من لعبة الزومبية، وطلعت من اللعبة ورجعت لقيت الوضع نهار، وكانت المهمة الأولى التغت. ذا الحين نبدأ مهمة جديدة اللي هي اللي هم محددينها لنا في القرية. يو خربط شغلة. اوكي خلنا نحددها صح. اوكي ونروح المهمة اللي هم محددينها لنا ونشوف. انا قايل لكم التحكم خايس فيها، في وضع خربان. اوكي طيب خلنا نجيبها معنا، نسحبها معنا في المهمة. اوكي تعالي ونفتح الباب بشكل قوي. هداك العيب يا بابا. ويلا اوكي جو. اي تذكرت في واحد سألني قال اسحب على الزومبي. حبيبي اذا سحبت على الزومبي بيتجمعون عليك اكثر. يعني من الاخر سوي نفس اللي بسويه ذا الحين عشان ما يتجمعون عليك اكثر. وتعال انت مسرع وضبهم واحد ورا الثاني مرة واحدة. وقربنا من المهمة اللي كانت موجودة. اوكي بجي مسرع وبسحب جرنط، كان بيمديني ولا لا. اوكي والحين وصلنا المهمة اللي هم محددينها لنا. I'm gonna have to ask you to move along. This area is under quarantine. No civilians allowed. Listen man, we need some help here. A bunch of us are crammed into the church and we... Hey, let me stop you right there. This is not a rescue mission. Best thing you can do is go home, lock the doors, and shoot anyone paler than your average geek. The fuck? How can you just ignore this? الله ما بعلى كيفك يا حبيبي. Move along, please. اوكي انا بروح بس لا تقول راح البيت وقفل الغرفة وسكر. لا يا حبيبي. هنا ذا المهمة فيها... اوكي. في تحديد احمر. اوكي اجل في السالفه هنا في ذا البيت نفتش البيت طريقه ثانيه. هم مدخلنا مع ذا الاتجاه. نحاول واخر يا بني واخر. ما نقدر ندخل. طيب ندخل بالطريقه الثانيه. اوكي نشوف من هنا ذا الاتجاه احسن. اوكي ليش ظهرتوني؟ أبطلق عليك بجيبها من جنب. أوكي داخل أبى أشوف وش اللي جوا، في سر. طيب خلنا نروح شو اسمه من ورا البيت، في باب هناك خلنا ندخله. أوكي أما رجعني مرة ثانية. طيب في حاجة ثانية ما في إلا ذا المهمة. أجل في سر كبير، في لغز. اللغز بنحله طريقة. أوكي بس خلنا نشوف ذا البيت الصغير الكراج. خلنا نفتح الباب. ما يفتح بشكل قوي. في سالفة قوية شفتوا، ما بدنا يفتح الباب بشكل قوي. طيب خلنا نروح من هالمكان ونتعداه. اوكي تشوفون في الخريطة على اليسار، الخريطة اللي على اليسار تشوفونه مخطط بالاحمر. اوكي هذا معناه انك تبعد عن المكان الظاهر عشان يوصل لك الارسال. اوكي مثل ما توقعت. وخر يا زومبي، وخر بشطفه بين السيارات. يا ليل مت. لا يكسر الباب علي. اوكي نرجع المكان اللي هم موجودين. انا معي بنت، وين راحت ما ادري. اوكي ما حطوا علامه زرقاء شيء كذا. اوكي راح التحديد. طيب خلنا نرجع نشوف وين ذا البنت ذلفت، اللي وين راحت، اللي جت معي وينها. اوكي هذا المكان صح. اوكي بس خلنا نطلع ونفتش البيت، يمكن فيه سالفة جوا هالبيت. نفتش تفتيش. اوكي
defenses are okay. هنفتش but الغرفة. I'm not sure I want to put him to the test. We just don't have enough people to cover the walls. طيب. خلنا نشوف شو الموجود اللي هنا في الأدراج. اوكي. موجود أكل، خلنا ناخذ هذا، نحتاجه. ناخذ الفرد ولا اوكي. طيب خلنا نروح المكان الثاني. اوكي خلنا نروح الطاولة. مو بتكسرها، افتح هذا. اوه خلنا نشوف شو الموجود. اوكي طلع فيه رصاص، نفس الرصاص اللي عندي. خلنا اوكي ما ينفع. نروح الغرفة اللي قدام هذه ونفتش ايش اللي فيها. اوكي هنا ما في شيء. طيب نروح اللي جنبها ونشوف نستكشف. ابي اسرع ما اسرع. طيب الحين خلنا نروح. طيب اوكي بس خلنا نفتح هذه. حلو بس خلنا نفك الدمج. اوكي بس خلنا نشيل بذب هذه. اوكي هنا في سلاح 9 ملي برضو. ما 9 ملي 9 ولا إيه. اوكي سلاح خايس. ولا ودي اشيل الفرد، ودي اشيل برضو من ذا اللي عندي اللستة عشان يمتيني اشيل اغراض ثانية. بس لكن بخليها على راحة البيت. اوكي طيب خلنا نروح ناخذ الفرد. اوكي ناخذ السلاح. حلو بس بشوف الرصاص حقه وين. اوكي نفس الوضع، عندي مسدس سنايبر هذا وبرضه هذا. خلنا بس احدد على الفرد بدل هذا. يو لحظة وين وين. اي اوكي خلنا حد هذه عدد. يلا اوكي يلا جو. تمام لا زال التحديد موجود يا ليل في لغز. طيب خلنا نشوف الغرفة اللي موجودة هناك، نفتحها ونشوف وش الموجود. تمام حلو دالحين خلنا نفتح هذه. اوكي نفك الدمج نشوف وش اللي نقدر ناخذه. بس تمام حلو فل فل فل. يا ليل مرة ثانية بفضي شوي حاجات الخايسة بذبها. اوكي طيب يمكن على هالسيارة جاية او بنروح ان نشوف. اول شيء خلنا نبعد هالمكان، يمكن يطلع ارسال زي كذا زي اللي قبل شوي. بعدنا عن المنطقة وجاء ارسال في هارد زومبي. ما في ما جاء ارسال صح؟ بنرجع البيت بس خلني افك الهارد الموجود اللي وراي. يلا ايوه ايوه وصلوا، قاعد اشوفهم في الخريطة. وضف يا حبيبي. اوكي تمام الحين خلني بس امشي قدام ان كان طلع لي مهمة ولا لا، ومنها اغير السيارة. ما في شيء خلنا نغير السيارة. يا ليل المنوبة. اوكي حلو
شغل يا حبيبي. اكنس الاحظ النص الدم منعفض صح؟ اوكي شكله سيارتي الاولى قام ابدل من سيارة سيارة. يا حبيبي خليك طيح. وين البنت؟ البنت وين اختفت؟ كانت معي هي، نسيت موضوعها اصلا. طيب ما في، يقول go home the... في هنا مشكلة يا حبيبي. خلنا ضبط السيارة. يمكن المشكلة من السيارة، تذكرون المهمة اللي قبل قام خذنا السيارة صارت من ضمن المهمة. اوكي ما يمدينا ندخل. اوكي حلو، بس خلني اوخر السيارة اللي قدام وبشوف كان راح الخط الاحمر ولا لا من الخريطة. يلا اركب اركب يلا. اوكي يا سلام حلو. لا حريف حريف تمام صار وضعته. ما طلع فيه تحديد. بعدت عنها برضو نفس التحديد موجود جوا البيت. في مشكلة خليني انزل واشوف في مكان ما فتشنا فيه. فيه المطبخ اللي ما فتشناه صح ولا لا؟ اوكي الليل الليل موت 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 خلاص انت خلاص خلاص لا تعصب انت. اوكي خلنا نشوف الموجود هنا. اوكي ما نحتاجها ما يمديها. طيب خلنا ندخل في سر. خلنا بدخل الغرفة هذه. Lily. أما. I really hope you're at the radio, sis, because I'm in a little trouble here. Jacob, where have you been? I've been trying to raise you for ages. Sorry about that. Okay, حدد أنا المهمة. خلنا نروح له. I sort of took a bad fall. أخيرا. Off a roof. I don't think I can make it home on my own. خلنا نأخذ. Anybody out there can give me a ride? If anybody's in the neighborhood, can you please go get my idiot brother? اوكي دز يا حبيبي خلنا نروح. I'm headed out. اوكي لو باخذ السيارة الصغيرة بتتكسر. اسحب جنط. ما ضبطت الجنط. اوكي خلنا نشطب ذا الزومبي. ايوه هنا من هذا الاتجاه وبعد يا ليل. اوكي وبعدها اوكي خلنا ندخل هالبيت ونشوف. اوكي في احد؟ ما في. طيب انا ما باغي ناخذ نفتش في البيت. لا ما في شيء. انا ما يمديني اخذ اكثر من الموجود اللي عندي. طيب over here hurry. يلا 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 والله كنا نشبه البزر. We should get moving. Lead on. Let's roll. طيب انا اشوف اللي هنا. انت راح على ما اجيك. اوكي في ابو جلمبو يا حبيبي. خلني احط التحدي بحطه معي انا في ذا اللستة. ايوه باخر ذا الخشبة. اوكي باخر هالخشبة وبحطه بدال هذه. نايس اكيد نايس ما يبي لها اي كلام.
فيه؟ يلا فتش. اوكي تمام حلو، وصلت الليفل الثالث. اوكي خلينا نشوف هذه الطاولة. يا ليل، اذا بفتش ياخذ وقت. اوكي نفك الدمج، ما في شيء يصلح لنا. طيب ايش رايكم اخذ هذا؟ لا ولا اقولكم خلنا نروح نشوف اشياء ثانية. اوكي بجربها بزومبي. تعال 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 تعال, تعال يا زومبي. بس حلو ممتاز. ايه كذا يا حبيبي. حلو مت 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 مت. خلنا نشلخ راسك. اوكي انشلخ راسه. تم التعامل معهم بنجاح. في استفهامات في الخريطة واجد. خلنا نروح اقرب استفهام موجود عندنا. اوكي في اللي جنبنا هذا. اوه في زومبي كثيرين حولنا. اوكي الثاني بس خلاص يكفي يكفي. طيب خلنا ننزل لهالبيت ونشوف نفتش الموجود. اوكي حلو. يا حبيبي في زومبي كبير نفس ديد ايلاند. لا لا مت مت. وضعك صعب. موت ما يموت بسهولة. خلنا نتفاهم مع اللي جنبه. مت مت مت. ما مت لسه. انت ما مت خلاص. اوكي بروح اساعد خويي. خلاص قتلته. حلو في هنا شيء خلني اخذه. اوكي go home. I'll run this home. We'll see you soon. طيب خلنا نطلع. راحت الاستفهامات الكبيره صح ولا لا؟ تعال 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 تعال. اوكي بس خلاص تمام. اوكي go home. وين خويي ده اللي جاء معي؟ ولا بيروح رجلية زي البنت. اوكي اوكي خلنا اسحب عليه. ما في الا بسحب عليه. يا حبيبي دز. اوكي في هارد زومبي خلنا الف من وراه. اوكي يا حبيبي ضف خلاص انت. يا ليل الناشب على ذا الباب. يا ليل الليل خلاص مت. خلنا اعد الكاميرا شوي. اوكي حركت الكاميرا وبلشت. طيب خلنا اسيد اروح البيت نفسه. اوكي خلنا ادز واسحب جلط على طول. اوكي طيب I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. ما ادري ايش تقول. اوكي خلنا احط هذه. افضي العدة اللي عندي، في اشياء ما ابغاها. خلنا افضي. عندي الفلاش من باقيه. خلاص كذا. ولا؟ اوكي. كل شيء نبغاه. اوكي هذا اوكي هذا اوكي. طيب في شيء برضو ناخذه. خلاص اوكي خلنا بس اكل هذه. اوكي تمام وضع صار عالي العال. والمهمة جوا المحمية. اوكي حلو حددناه. في مهمة برضو خارج